استاذن سيادتك فنان في عرض فيلم سريع عن مركز ابداع قصر السلطان حسين كامل. مصر بلد الحضارة والجمال، ولأننا دولة بتستثمر في تراثها الحضاري كانت خطة الحكومة لتحويل بعض المباني الأثرية والإدارية لمراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب، ومنها قصر السلطان حسين كامل اللي تم تصميمه على يد المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، وعبر من خلال التصميم عن روح المزيج الثقافي المصري في العصر ده. وتكنولوجيا المعلومات بدأت في سنة 2019 في إعادة تجهيز قصر السلطان حسين بأحدث التجهيزات وتزويده بأحدث تقنيات التكنولوجيا الرقمية علشان يتحول لوجهة ومركز جذب لشباب مصر من المبدعين ورواد الأعمال، ويكون واحد من ضمن سلسلة مراكز إبداع مصر الرقمية مع حرص الوزارة على الحفاظ على الطراز المعماري للمبنى. المركز بيضم معامل لشركات عالمية ومعامل تكنولوجية متطورة وحاضنات تكنولوجية للشركات الناشئة وقاعات تدريب وقاعات اجتماعات ومساحات عمل مشترك، وبيستضيف دورات تدريبية وورش عمل للشباب مقدمة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيتم من خلاله توفير برامج لاحتضان وتمويل الشركات الناشئة وتدريب الشباب على المهارات التقنية والفنية وإدارة الأعمال والتسويق اللازمة لإدارة الأنشطة الرقمية علشان يقدم منظومة دعم متكاملة للمبدعين ورواد الأعمال من أول خطوة في طريقهم ولحد تحويل أفكارهم لمشروعات ناجحة ومربحة. مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل هو خطوة مهمة على أرض الواقع بتعكس التطور اللي بتشهده مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية الإبداع، مع تمسكها بتاريخها وتراثها وحرصها على مواكبة العصر والعبور للمستقبل.